كل احنا بنعمله. الحاجة التانية ان احنا فاكر احنا الفيلم الجميل اللي العالم كله شافه بتاع نتفليكس اللي هو بتدور على هرم. احنا بدأنا من 1 سبتمبر ندور على هذا الهرم في منطقة جسر المدير في سقارة. اي هرم بتبحث عنه؟ هو عندنا ملوك الدولة القديمة كلهم اهراماتهم معروفة الا في ملك تاني. الملك ده اسمه حوني. حوري؟ حوني. حوني ده اخر ملوك الاسره الثالثه. انت تبحث عن هرم حوني؟ حوني. ليه بقى؟ لان الحته اللي بدور فيها دي فيها هرم من الاسره الثالثه. ايوه. الهرم ده عثر عليه الله يرحمه عالم اثار اتظلم اسمه زكريا رنين. عثر على الهرم ده وجوه الهرم على تابوت مغلق من 5000 سنه. وجاء الرئيس عبد الناصر ورجال الثوره يفتحوا التابوت. فتح التابوت امام الصحافه والاعلام طلع فاضي. الشهرة الرجل انشهر. احنا عندنا للأسف طول عمرنا عندنا حقد على بعض. اتهموا زكريا ونيم ده ان في قطعة اثار مسروقة من المخزن بتاعه. الرجل يا عيني لم يتحمل الاتهام وحذف نفسه المية ومات. احنا بنشتغل جنب الهرم اللي عثر عليه هذا الرجل العظيم اللي انا كتبت كتاب لسه الاسبوع اللي فات عن هرم أهرامات الأسر الثالثة والدولة القديمة. وقلت هذا الكتاب يهدى إلى روح العظيم المرحوم زكريا غني. هرم حوني ده يعتبر كشف أسري مهم طبعا. لو طلعنا هذا الهرم هيبقى من أعظم الكشفات الأسرية اللي بتتم. لكن كمان في كلام كتير جدا على الاقتراب رويدا رويدا من كليوباترا. هو أنا الحقيقة من حوالي 15 سنة جت لي واحدة ست من دومينيكان ريبوبليك وهي بتعتقد ان كليوباترا مدفونة في معبد اسمه تابوزيريس ماجنا بيقع غرب اسكندرية. فانا فكرت فقلت لو حتى الكليوباترا مش مدفونة في المعبد ان الدعاية اللي مصر هتاخدها لان العالم كله ينتظر اسكندر الاكبر. 100 واحد استيليو الجرسون بتاع اسكندريه دور على الاسكندر الاكبر وحفر محطه الرمل. ست يونانيه متخلفه اعلنت وللاسف في الوقت ده رئيس الاثار معاها ان كشفوا مقبره الاسكندر في سيوه. لكن احنا عندنا دليل هو مدفون في اسكندريه. دليل مدفون الاسكندر في الاسكندريه ليه؟ لان في عندنا نص واحد زائر بيزور المقبره بصفها. كويس. موكله مقبره فين؟ مقابر اللاتين ما نعرفش. لكن كل اثار اسكندريه عثر عليها ازاي؟ بالمصادفه. بتبني عماره يطلع المسرح الروماني. تبني عماره مقابر كام الشقافه. يعني الحقيقه كلها بالمصادفه البحته لان اسكندريه الحديثه محطه الرمل بالذات اتبنت فوق اسكندريه القديمه. فقلت يلا ما حدش عمره دور على كليوباترا. ايوه دي هتقلب الدنيا اللي هو الدعايه اللي مصر هتاخدها. فعملنا بعثه جبنا اثريين مصريين وهي اشتغلت معنا وعلمناها اثار ما كانتش حفرت قبل كده. هي خدت دراسات في الاثار اليوناني الروماني من جامعه كاثوليك يونيفرستي في دومينيكان ريبابليك. المهم حفرت 11 سنه طلعنا بقى عمله لكليوباترا. طلعنا ابيار مليئه. يعني في قصه ظريفه اللي طلعنا بير بينزل حوالي مثلا 15 20 متر. فانا اعتقدت ان البير ده ممكن يكون فيه يؤدي الى المدخل. فقمت جابوا لي بقى اما بنزل انا بير ساعات بيحزموني بحزام وبنزل. فنزلت لقيت البير بقى ضيق كده. فقلت لهم لا هاتوا لي مكنه وحطوا فيها يعني زي حاجه في مثلا صندوق. أيوه. وانزل انا بالصندوق ده. فنزلت بالصندوق حوالي 15 متر وببص بقى تحت. فقلت لهم ما لقيتش في حاجه يعني الفيل لسه فيه. خفت بصراحه ضلمه تحت خفت. قوي خفت وتعابير وبتاع وشفت حاجه بتتحرك. فقلت لهم طلعوني فوق. يقوم ربنا سبحانه وتعالى تقوم المكنه عطلت. ولا ابص فوق بصرخ بقى انا خلاص ضعت. وتحت ابص الاقي فيه ميه. فقلت خلاص. قعدت ساعه لما جابوا حد صلح المكنه وطلعت تاني. في الوقت ده فراح حسني كان بيكلمني وانا طالع بقى من البير. قلت له صور حصل كذا 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 كذا. كان هو في اجتماع مع الرئيس فحكى للرئيس. فلقيت وانا جاي من اسكندريه
لقيت الرئاسه بيقولوا لي ده الرئيس هيكلمك الساعه 7 على الخط الارضي. كلمت الرئيس قال لي يا زاهر انا سمعت كذا كذا احكي لي بقى. قلت له يا فندم احنا بندور جنب الاستراحه بتاعتك. قال فين؟ قلت له برج العرب. وحكيت له بقى القصه كلها بتاعه البير اللي انا نزلته ده. المهم احنا انا بعد 11 سنه طلعنا تماثيل لكليوباترا، طلعنا مومياوات، طلعنا حاجات كتير جدا، وطلعنا حاجات عمله لكليوباترا، لكن ما طلعناش المقبره حتى الان. سبت انا الست نتيجه ان انا مهتم بوادي الملوك دلوقتي. فزين قلت لها خلاص انا ما اقدرش اشتغل معاك. هي بقى بتعتقد ان المقبره موجوده في الميه، وجابت اعظم طيب غطاس في العالم اللي هو مين؟ بيل بيلارد اللي كشف الباخره تايتانيك. من اشهر الناس في العالم، وهم الوقت بيغوصوا تحت الارض مع النيفي، مع القوات البحريه المصريه، بيدوها بالسونار عشان تدور هل في جزء من المدينه موجود تحت الميه ولا لا. فلسه طبعا هي لم تكتشف شيء بعد. طيب نخرج لفصل قصير ونعود لهذه القصص الأثرية المهمة مع الدكتور زاهي حول.